السلام عليكم مشاهدين ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو جبريف اني نوم مليح شي لاباس من نشر تلقيك اني مره مليح داخل المغرب وخارج المغرب وكيني وتخزامي كيدير هذه فيديو يا ومن احبابينو مش توره من نهار ايش فيديو جديد ايش القصه جديد توره من القصه ديال احبابينو نكسي زيت العبره ديال الطاس صراحه الله ونهار ايش القصه جديد توقع ايش نوت شمدنا وصيغ نهار اكيد وم تشاركك لان ناي شاركي تاع عبيده دي متتبعين نشري احبابينو هذا من خاف هذه النقطه قبل ما كيوم بزاف نش القصص اللي لهم تاع وذاق قصص اللي لهم قاق وتجيبو تو يخندي تخيليا لان وقعت ايوذان الاخوات وقع ناس نيشان وشاني انتي قانطيتن نشقاهم والحمد لله القصص رقانت يجي الاقبال ذا مقران غير المتتبعين صراحه الله ورخو قانطية عبيدة ماذا من عاود ويقيمو ردي الجن وخاصك كي شي حاجة ماذا من عاود من خاخي كين اتشارك ذاك المتتبعين والصراحة الله يعجبايا التصريحة لأن اتصلت زي وعاود نتايد والحمد لله أمو ما تسريخ شي حاجة يا مو يتعجبايا رحال لأن المتتبعينو يتعجبا سرحال الصراحة الله ميتبقنيني حاجة اتحم دايس ورانش تاتح دايس اني غاسل علاش لا اي شتنتو زيد حكي شي حاجه انا غير نعاود باش تعاود خير المتتبعين اللي نزلت كسين العبره مرحبا الف مرحبا نهارا غريج القصه نيجي الاخت عاودايت المهم الاحبابينو رقته كنخداي سقصح صراحه الله سقصح اليوم الاحباب ديالي كما راكم تشوفوا اليوم جيت نحكي لكم على واحد القصه وقعت واحد الاخت ديالنا وجيت نحكيها لكم المهم نتمنى ان شاء الله اللي يدخل هذا الفيديو يسمع هاد القصة نتمنى ان شاء الله ياخدها كعبرة ويخرج من هاد الفيديو ان شاء الله وهو مستفد غيلا وقليلا المهم الاحباب ديالي كما قلت لكم هنايا انا داك القصص اللي كنعاود لكم ماشي جايبه وما كخياليين ولا راهم وقعوا الاخوات ديالنا والصراحة الله المتتبعين ديالي عجب ليهم الحال مني كنعاود هاد القصص وكيتصلوا بيا وقالوا لي يا عبيدة واش ممكن نعاودو لك باش تشاركيهم مع المتتبعين قلت لهم مرحبا الف مرحبا ودابا نعاود لكم واحد القصه وقعت لواحد الاخت ديالنا باش تشوفوا الاحباب ديالي هاد الزمان والله هاد الزمان باقي فيه الناس مكلخين كيبغيو المشاكل الاخرين كيبغيو يدمروا البيوت كيبغيو يشتتوا العائله المهم الناس صعابين صراحه الله مسكينه والله العظيم مني عاودتها ليا بقيت غير كنشوف قلت لها سبحان الله العظيم في هاد الدنيا حتى واحد ما باقي ما عنده شي مشكل كلشي الله يستر عنده المشاكل ايوا لا اله الا الله وصافي داكشي اللي نقولوا الاحباب ديالي بقاو معايا باش تسمعوا دابا نولي شويه بالريفيه ونولي معكم المهم احبابينو ماشي دوم النيخ رخطه اللي جا راه الجن ما يفغ زيد قرهان قال المشاكل ولكن الصراحه عرقي مني وذان غفرين عادي وذان دايسن الكلاخ عادي وذان يتعجبس ذات جنتو ذرين عادي وذان يتعجبس التوران العائله تدمر الصراحه يوزن عاد غاس نتقال الحيق الدكور باش كتعني جن الباطل خيج بنادم ويجي مسكينه ولكن من تنا نشا الظلم وظلمات يوم القيامه قسم بنا مش غيني الظلم وظلمات يوم القيامه قيقصح الحر احبابينو نهار مره الدرم شان بنادم انت واش يجي والو ني خويا يجي والو انت ويجي والو واش تعني تخسي جن الباطل ضم قران واش تهمت جن حاجب واش القاس نشي روح دستك سديري ماني صغات كنت غاسي ربي العالمين قادس بابي ينظرني دي غاتات فيه الصراحة الله بنادم أتري وقي والو كسنا سيريا لله في سبيل الله واخر أحبابينو أدو مني خمامي دو مني قعمانيا أكو مذيخ المهم يجي الأخت تعود القصة النص المهم من خاصي كيف نيا عبيدة من دي يقع نيتو غي سبايا ذي الطلاق تقريبا نيتو غي عراحة أيز أذا سيطلق والسبب زي العائلة موايز نص يعني تخسيش نش بطر وتتقيا راسو فوس الناس راسو ضاع النص مسكينه لله في سبيل الله يوخز هذا الاحبابينو رختلين كوا رمون كاكي توقيعا نقارس قيا نزاولو نقارس قنخيشان حيد عشان نزاولو تصمد وغنخبر مش بصمد الاحبابينو نشي نعاد قاني عرض عرونو نبدو زغوزي تيري شويه تصمد مني غير واني نصبح ولكن غوزي نهار يوذان تقن تي الشورت مش نقاشين تقن مانقاو وات كن مانكاو بنا ما راكيش البودي غادا اخر سرح موت تكسد ما يمي توقع عنا الطس حطس المناكير توقع عنا الطس لي خارقان توقع هو يعني ضربات الخوا ويتكسيري هو المهم دكا يدور في شي شكل
الزوار تو غادي تقوي تجي الحمد لله تو غادي يروح طيشا حيد عشان تلقى ينزع اذفر يدفر اول مش اسمه قانشين اتريقا يامان اتريقا ما شاء الله اقاي تجينا شارك حكيهم فيديوني الاحبابينو قرخو التام دي باش تسلم تغني هما من والو اصبح عاد رخو التام دي ديق ترخو الحيد عاش تشارك لهم فيديو يا عاد قيامان والو الاحبابينو. المهم الاحبابينو مش دوم النيق تعاود يا مسكينه ثنايا اللي جو خا الوالدينينو غير حباب الناس ايوا يا سيدي يثروح ني شقي الفاميليا نسرح باب الناس ني قيمه ني ما عليا ما بيا ني روحي جنتي العائله غوايز مي سمرواس الناس اذا يتنا مي سمرواس الناس صافي يعني خاص القصه بان قرات قدم غارنش زريق ثنيا كيش الطاكسي قد صافا قسمي نعنا ورا باش كتيني دمو ايوايز قاد قنوا ورقي السكاديريكت غينات غطالق ماشي عاد بنامد يعني ريا مو ريا مو ولكن ربي العالمين ميقصد ديالي شن الجن يتيري وها يوش المرانية نايا ناي شقيد وني نتا قي غير حبابينو ناي كي الساعة ونص ناي نشز قوم يدروح غير حباب السنين شوف في غخ ووذي فاق ناي صافي يستيخ الإذن زقوايز ناي يسي وضايع يجي غير الوالدين الناس ناي صافي ناي يروح نتا الناس يعزيزيز قدم غاد النش قزريق قد سافا هادو سدي الطاكسي قاتو غتسافا وغيكل معايا يجي شي يجي قبالي يا حبابينو يلا بنادم دابا غادي تلقى شو السميح الدنيا والاخره ونيكي معايا ني عم داز السمح عبيده ني و السميح حني حتى ما غناوض جاي فاس نسي ربي العالمين اثنين محاسب ني سي خي وراح يدير خو ما زري ديني دي الدنيا يا ني واحد ني خو زوار ني قاد بطبيعه الحال عايز هذه الثقة عايز هذه الثقة عايز هذه الزعجع ما ميشان ما تروحوا ما تروحوا ني قد صدمق ني اصل قينة ماري فاميليا ني وجوي نتي وايز و ني نت ماري فاميليا ني صافي هوني نتا ني عايز قطوارة ما غيتسال الخبايا يقارس مانيشان توغاش متصفاض ماني تروح ويغاد روح خونتا المقصود النص ازعمات وغا تروح عشان يجي الله يستر استكشف حاجه نخدم انايا يتو غاسي قوايز نس ني قريب ميتو غا تروح ماني قلت غا تلعب ميتو ميتو خصك تتويد ما نفقي لي غا تروح المهم ثنايا رزق دايا ثنايا تصدمه ثنايا شعري تخيم الطون وها يتروغ ثنايا تفرغ مقام ثنايا مين زيد نتقخنش ثنايا ني غاس نشمين كيش غا يدخل وحيد نشوى غاريق ورادي جنت الشهد قرخو غاري الله سيدي ربي العالمين نشتا سدايا ام سميدن هاديك سيخ القران اكيد راه عاد غادي مزيده اش جزاج دلاله مزيده يوقعوا الاحبابين وقت زاب نادم مي خي زعم ماني توقف مين يخدم ثنايا صافي ثنايا قيد ما بين ثنايا قيخيق الحافه ثنايا الحافه ثنايا صافي ثنايا عايزني عصبي كاع ثنايا عمتو زريغي لحياتينو ثنايا الاحبابينو قام سكينه الناس زعمي وايز الناس ميميا وضعي سوازي تليفون ميمو ديوسيا اخفيس كاقبو مدي جاج الطوموبيل مدي يزرا لي طاكسي ميمي وغالي ديوسيا ايني اثم غاد نعزيزيا قماني غادا حظ ما يستقوا زري خشم الناس ميمو ذي قيمانيا الناس باش يسنخ الا زعما قاي زراي يعني خشي حاجة ناي المهم ناي يحرق مدروخ ناي يحرق مزجخ ناي يحرق الوالدين سقاسة ودي عياز قام ني قاي خباي وضع الوالدين اي عايز قاي تجي نخ زقومي تتسي وضد تجي نخ زقومي تتوسا وضروح مانيا زقومي توف تدات نخ وضفير مانيا اخت ذا مانا الدقة ناي المهم ناي شو السميح شا ناي المهم ناي عدو غدي شا موسان ناي وجبين مغينا قا عبيدا ناي شا موسان دي بارشانين شا موسان ناي دور عايز وغاري سيوير ناي دور صافي تخيا خافيه انا ما ورتناني قاني شتي قاني جاره نخت كيس ني المهم ني قاصر خو من الخدمه ني المهم ني قيمخ ني وسخ شحال قيم شتي عيش خو الثانية ني صافي بحال لي ثقه جوايز تمغات تهز ني صافي انا ما داخل شي سيدي ربي العالمين انا مغارب واش نشيه اخفي شت انا من الوالدين انا موس ديالي خبرنا من قايق الوالدين نطاح ندير الصف ما دسنا كيدم يعني ما دسنا كي من يقام مستحيل دسنا كي ني قال الوالدين تاع حنا الحنجار ني ربي العالمين ثنايا ني تروخ ني تعقص يا ربي العالمين قاص الله ياخذ الحق يا ربي دي تخزار يا ربي تقف ني سميت يقنعك ني كسي غدر مصحف ني صغي مخ ني راس قيم الساعة ني راس تومن دي سيدي ربي العالمين ني واد تومن خصها تخفوسينو خا القران النام الزوجخ
سرعان سي ربي العالمين الناس نشمه روحها شان مشان الناس مرت وريد تيقف عاد تيقف نش وذي بوت تقلق شو زما كيش قيمخ اكيش يعيش امي سمي الدن شو زما ذي عيش خاك وايز تيقف جارانخ وثقيم شا تنيمي صغيني خوارا نيجي جوز مش حاري جبد موسان نيجي جوز على عشان السيمانة نيجي قيمة تفكادي منايا تفكادي الموضوعة نيا إيش نافي خيو صغاريا قد خافيا إنيا راح يضم غاض نمي صغي ميا مش سقيقنش صغي مخمس زوج مسكينة للقرآن صافيا يصغي ميتوران تاين سقيم تسا إن سوحر خفكا خفقوري ذي ثنيذ لأن صافي انت ديو زغاس الحاك ندس شوز ما خذ استمر خامو الشاي يزمر وذين بوتيق جواي سماط وذين نيوالو وذي جسم الأصل المهم الناس نش ملي الزوج ديال القران صافي تسقنع الذايا قبل ما يغيخش رعاه الناس نش قاضي النساء بالعيب نشوف واش يتعاود بيتنا الصراحه الله الشاروخ نيني غنشوف من سميدن نش مره روح مانيشا نبرا الاذن النش نيخ نبرا رقبانش قاضي النساء بالعالمين يوم القيامه هذا يحسب ولكن وقفي دي يعني نربط الرا يفن بوهتان قال مسامحة وتزار حتى يوم القيامة أن محسب خورا صافية ناي صافية شو يقيع كات خدمة شغرنم أمير النط أم نهارا سيم طاولنم المانية بني عبيدة تغيق وباذو ناي مشرف بالعالمين ميخس أدين داشن ربط الغضمات إذا يقدر ناي إنتاد ربط الغضمات يتقعد راح قرب دا ماشي سنقانشين حاجه نرباطر حاجه يخرق انت حكود يتقعد رحق المنايا الاحبابين الصراحه ثني شاركي تاع المتتبعين باش هاد السنين مني توقع عندي الدنيا يا وا الاحبابين قصاح شوي المهم سامحتي الاحبابين سيو شوي استعرضت عاود شوفكم تعقبخ المهم هنايا الاحباب ديالي المهم كنت كنعاود واحد القصه هنايا واحد الاخت قالت لك مسكينه مشات عند الاهل ديالها عند الوالدين ديالها مشات مسكينه الضيف وصافي مشى واحد من العائله د راجلها ولد لوسها عند راجلها وعند العائله قال لهم اني شت مرتك جايه من واحد الطاكسي كانت مسافره صافي والراجل ناض فيه العافيه وقع على المراه فين كنتي فين جايه واش مشيتي لشي فقيه ولا راكم عارفين الرجال مسافره قال راكم عارفين مني غتقول المراه كانت مسافره ماشي كانت هنا مسافره شي بلا ماشي مدينه ايوا صافيه كما قلت لكم الاحف ديالي صافي تقلب على المراه فين كنتي منين جايه واش كيقول له ولد الناس انا كنت عند الوالدين ديالي ماشي كيقول لا الوالدين ديالك غيجيو في الصف ديالك ما يجوش معايا والوالدين ديال البنت كيقولوا له اولدي قال البنت ما خرجاش المراه ملي جات وهي ولادها في الدار كيقولوا لا انا لا ولد خويا ما يكذبش عليا هذا الشيء نيشان هذا الشيء هي مسكينه قالت له الا كان ولد خوك شافني وعلاش ما صورنيش وعلاش ما جاش عندي قول يا امرت عمي فين كنتي مسافره علاش ما جاش يدير هذا الشيء ايوا صافي المراه مشات تروح مع الراجل قالت لي يا عبده كنت على الحافة على الصراط المستقيم كانت صافي السيد باغي يتفارق معاه واخا عندها الوليدات صافي قالت لي بقى الراجل ما كيهضرش معاها هز قنوف طول السما ما كيعطيهاش كاع القيمه بحال اللي زعما المراه ما كايناش في الدار قالت لي واحد المره قالت لي يا مسكينه شدات داك الراجل ودخلته لبيتها قالت له جلس هنايا ولد الناس نهضر معاك مسكينه جبدت القران الكريم ومسكينه حطت عليها يدها وقالت ليه حطت له الوعد قالت له انا ما مشيتش براسها قالت لي الا ما تيقتينيش ديري شي جامع نمشي نحلف هذا القران باش نطيح عليا هذا الباطل هذا الشيء الظلم وظلمات يوم القيامه الاحباب ديالي صعيب الا ظلمتي شي واحد في هذه الدنيا ايوا صافي قالت لك السيد واخا هكاك ناض خلاها قال لك شي اسبوع هكاك تقريبا قالت لك صافي قالت لك بقى كيفكر قالت له شوف عاود الناس الا ما كاينش وثيقه بيناتنا انا عطيت لك الوعد في القران انا ما عندي ما ندير معاك انا صافي هذا الشيء تسال انا ما قالت لك صافي قالت لك وليت عنده شفاف ماشي مرتو قالت لك صافي قالت لي بقى كيفكر في هذه الهضره واحد قالت لك واحد السيمانه هكا قالت لك صافي جا للبيت نفس المشكل جابها حتى هي للبيت جلسها قال لي شوفي بنت الناس انا عييت ما نفكر في داك الكلمه اللي قلتي ليا الا درتي شي حاجه بينك وبين الله هي قالت له شوف الا مشيت شي بلاصه بلا اذن ديالك ولا خرج بلا اذن ديالك بيني وبين الله يوم القيامه غتحاسب على هذا الشيء ولكن ولد خوك اللي دار لي هذا الشيء ما نسمحلوش للدنيا لا اخره حتى بين حتى
يوم الاخير حتى اليوم الاخيره نتحاسبوا. صافي قال لي صافي مثل الناس نوضي سيري خدمي شغلك ربي وليداتك بحال البارح بحال اليوم داكشي نسيه صافي كلشي ولا لبلاصتو. وداكشي قالت لي انا عابده هادشي خصك تعاوديه للمتتبعين ديالك باش يعرفوا هاد الزمان كنقولوا شتا والو هادي والو. قالت لي وا قالت لي ود اللوز كان غيسبب ليا في الطلاق. وشوفوا الاحباب ديالي ود اللوز كان غيسبب ليا في الطلاق كان صافي صيفطا ترانسفيري ولا ما شنو كيقولوا لها ترانسفيري. وا كان صافي مسكينه مشات وقالت لي صافي قالت لي ما بقيتش كنحمل حتى شي واحد صراحه ملي غيدير لك هكاك ود اللوز هكاك واش عاد باقي شي ثقه في الاخر في الولاد ديال اللوز ولا شي حاجه صعيبه. ايوا صافي هنايا الاحباب ديالي هاد الشيء مسكينه اللي عاودت ليا قالت لي مسكينه عاودي مع الاحباب مع المتتبعين ديالك حتى هما ما يمشوش في نفس الغلط ولا الناس المهم يكونوا شويه واعيين هاد الشيء اللي كاين الاحباب ديالي. المهم الاحبابينو واش هاد المنايات ني مسكينه عاودي المتتبعين اتزاميني توك عندي الدنيا مش نقيان زوال وثوالو مش لو مني اخ مسكينه نم ميس نوروس توغا يسبس مسكينه دي الطلاق توغا يسكت ترانسفيري. ايوا صافي الاحبابينو طال القصه نق نهارا ملي تعاود مسكينه الصراحه الله قيم خات وسيت بوريشه ني خاصها بنادم ما يخي زعم بنادم ما يتقوض بنادم ما ينسي قرع قر الناس الكلخ مسقاش الكلخ الكلخ ش بنادم وزري خاصني قزري الله يا ودي قنار الدنيا دي وش الاخيره تقوى الله تقوى الله باش لي السكت واحد عزيز لا حول ولا قوه الا بالله. ايوا صافي من يجي الاحبابينو نتمنى ان شاء الله علي جميل الكومونتير ده سبحان وتمني خزيكم الدعم والبارتاج دادو مني خل احبابينو. بسلامة الى فيديو نغني ان شاء الله ومع السلامة.